مراحل تقسيمنا الفانوس ده عندنا فورم ليه صفيح بنطلعها وبعدين بنعمل عليها الصفيح اللي احنا عايزينه، بعد كده بيخش مكن وبيطلع من المكن على اللحام، بيطلع من المكن على اللحام. في صناعيه بتجمع وفي صناعيه بتقفل وفي صناعيه بتلم. احنا بنستخدم الصفيح بنقصه طبعا، بيخش المكن بيطلع بيخش على السمكري طبعا، قدامه الازير قدامه الالفونيه اللي هو بيلحم بيها، قدامه الكاويه اللي بيشتغل بيها، بيبتدي يلم. واحد بيقفل له ضلع، واحد بيصندق، واحد بيقفل وواحد بيلم، اللي هو بيلم ده اللي هو بيقفل كله ببعض. يعني من بعد العيد الصغير، يعني بعد العيد الكبير على طول نبدا بقى نجمع شغل وندخل المخازن، لان احنا عندنا استيراد فوق ما تصوروا للعرب كله، البلاد العربيه البحرين والامارات ودبي والسعوديه والكويت، يعني بنصدر شغل الحمد لله. لا تاريخ، التاريخ بتاع فانوس مصر اللي هو دخل في مصر، لا ده كان مش تاريخ بقى، هقول لك يعني تاريخ، يعني الفانوس اتعمل بعد ما صلاح الدين الايوبي دخل مصر بسنه، لان اول ما دخل مصر اهل مصر طبعا عايزين يستقبلوه من ايامها الشعل والكلام دوت والاباليك، فمش لاقيين حاجه يعني ينوروا السكه بيها، راحوا ملمين الكيزان بتاعت السلم ودي بتاعت زمان خرموها وراحوا حاطين فيها شمعه وراحوا منورين له السكه. بعديها على طول اتعمل الفانوس المصري اللي هو دوت، واللي هو ابو الازاز الصغير وابو عرق ده، اللي هو ده اساس بقى الفانوس.